هاي هلو ذير يا ويلكم يا عم السايح، ازيك عامل ايه؟ ثانك يو، جود تو سي يو. كنت بدور على حيوانات مميزه، حيوانات محدده بالانكراد مثلا. الخرتيتين اللي هناك دول اخر خرتيتين في العالم. They're only two؟ هم اتنين بس؟ يس طبعا، هم لا هم ذا لاست تو. هل هم هنا بامان؟ زنتوري في حراسات ليل ونهار عليهم، فاحب اقول لها تاكد محدش يقرب لهم خالص. مش عارف، انا اول ما شفتك حاسس بامان. الخرتيت ما انت فيها يا باشمهندس؟ في حاجه؟ ما تقتلهوش، امشي من هنا. اظن الخرتيت مات. سوري مستر سائح، بعتذر جدا، ما خدتش بالي ان الحيوان تبعك. او ماي جاد، انا بصطاد عادي. انت مش قلت لي ان انت بتحموهم؟ ما تخافش خالص، الخرتيته كانت حامله من الخرتيت. اوكي طمنتني، اتس اوكي. او 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 اي اي عمي يا صياد، انت بتصطاد فين؟ حاجه غريبه جدا، كل ما اجي اصطاد يطلع لي جوز خرتيت. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة برنامج الدحيح. في عام 1972 في إفريقيا وتحديدا في جنوب السودان يتولد وحيد قرن أبيض جميل اسمه سودان، عشان ينضم لعائلة كبيرة مكونة من حوالي 1000 فرد، المتبقيين من حيوان وحيد القرن الأبيض عايشين في غابات الكونغو وجنوب السودان، يمرحوا ويلهوا. ولكن لسوء حظ سودان وعيلته تشتعل الحروب الأهلية في المنطقة اللي كانوا عايشين فيها، زي ما حكى كيفن سيف في جريدة واشنطن بوست. وبعد انتهاء هذه الحروب واللعبكة والفوضى دي، يخسر سودان كتير من أهله وأصدقائه كضحايا للحرب. ومش بس كده، تجارة القرون ومبادلتها بفلوس وأسلحة، القرون بعدها ابتدت تزدهر تجارة القرون في السوق السوداء، لدرجة إنه وصل سعر القرن الواحد في السوق السوداء 65,000 دولار، خصوصا في الصين وفيتنام، لأنه كان بيشتهر إن مسحوق القرن بتاعه بيعالج الصداع والحمى وحالات الهانجوفر. كان بيشتهر الأغنياء يجيبوا لبعض في حفلات الزفاف، لأنه كمان كان بيشتهر إنه منشط جنسي قوي. وبعد كده مسؤول فيتنامي يدعي إن هذا مسحوق تسبب في شفائه من السرطان، فالموضوع عمال يلمع في عين الاغنياء والمشاهير. ده مش عارف ايه بيعمل مش عارف ايه، وده هديه كويسه لحفلات الزفاف. فابتدى يبقى هناك طلب وديماند اكبر على قرن وحيد القرن الابيض بالتحديد. وبعض المسؤولين في جنوب افريقيا بداوا يسهلوا لهم عمليات الصيد بشكل قانوني، شكل فيه سبوبه حلوه، يلا نسترزق احنا كمان منها. وعلى ايه؟ على قفا وحيد القرن. غلبان يا عين. عمليه الصيد القانوني دي كانت معروفه بالسودو هانتنج، يعني بس ما يموتش، مقابل 17,000 دولار. يضربوا عليه طلقات ما تقتلوش، بس تخليه دروخ زي ما احنا شايفين كده في الفيديو، حاجة مزعة، واحدة ولا واحدة لحد ما يغمى عليه. طبعا بعد ما يغمى عليه يستنى شوية يتعافى ويصحى ويبتدي عملية سودو هانتنج تاني. هم كانوا بيصطادوه فور فان بس، ما بيموتوش، بس يصطاد كده من بعيد وخلاص. طبعا الحقوقيين يشوفوا هذا المنظر والحيوان يا جماعة بينقرض، يبتدوا يطالبوا الحكومة تصرفي، وحيد القرن معرض للانقراض بشكل كريتيكال جدا، يا جماعة لو سمحتوا حافظوا على الأفراد اللي القليلة المتبقية. وبالفعل بدأوا في محاكمة المسؤولين اللي كانوا بيمرروا عملية السودو هانتنج، وتولت جهات أجنبية حماية وحيد القرن. ولكن طبعا الممنوع مرغوب، وده بيقول لك القرن ممكن يتباع ب 65,000 دولار. عايزين نصطاد، عايزين الفلوس الكتير، وفضلت تجارته في السوق السوداء. ماشي خلاص، انتوا هتعملوه بشكل غير قانوني، طب هنحاول نسرقه ونخنصره ونحاول نبيعه لحد بره. ونقلت مؤسسات إخبارية كبيرة زي الواشنطن بوست ان بعض هذه الصفقات كانت بتتم بمعرفة جهات حكومية في جنوب افريقيا والسفاره الفيتناميه، ويمرروا القرون عن طريق حد موثوق فيه زي السفر الاسيويين، ما بيتفتشوش. هذه الحرب ضد هذا النوع البريء طبقا لاحصائيات عملتها منظمه وايلد ايت تسببت ان كل سنه يتقتل 1000 فرد من حيوان وحيد القرن. بس الحمد لله نجا من هذه الحرب سودان وشويه من افراد نوعه اللي خدوهم ودوهم حديقه حيوان وهو عمره 3 سنين، وفضل في هذه الحديقه لحد ما كبر. ابتدينا نحس ان الدنيا بقت تمام والواحد يطمن، احنا كده ممكن ننقذ النوع ويتجوز سودان والحمد لله يخلف بنت، والبنت تتجوز وتخلف بنت، ويبقى السودان ابنه وحفيده. ولكن للاسف خلال السنين يخسر بقيه افراد عيلته في عمليات الصيد اللي للاسف كانت بتنجح، ويتبقى على هذا الكوكب 3 افراد بس من وحيد القرن الابيض، سودان وبنته وحفيدته. كله مات، كله مات. فيقرروا ينقلوهم لمحميه OLBG في كينيا تحت حراسه مشدده 24 ساعه، واصبح استمرار النوع مسؤوليه سودان وبنته وحفيدته. ولكن سودان كان عجز، عمره كان عدى ال 40 وما بقاش محتفظ بخصوبته، ففضل تحت الرعايه الصحيه والمحاولات لفتره طويله، لحد ما في 9 مارس 2018 تعلن المحميه بكل حزن واسى وفاه سودان في سن ال 45، وفقدنا الاخر وحيد قرن ذكر ابيض على الارض، وانقراض نوع عمره اطول من عمر الانسان.
السودان ذات نفسه. الحقيقة إن قصة السودان مش قصة فريدة من نوعها. 2018 كانت سنة مليئة بالأحزان والكائنات اللي ودعناها وانقرضت. مش بس حاجة زي وحيد القرن الأبيض، البغبغان الشهير اللي اتعمل عنه فيلم ريو اللي اسمه العلمي سبيكس ماكاو، للأسف نهايته على عكس الفيلم ما كانتش سعيدة. في دراسة نشرتها بيرد لايف انترناشونال في سبتمبر 2018 أكدت الانقراض هذا النوع تماما من على الأرض. وحوت الفاكيت اللي طبقا لمؤسسة وورلد وايد لايف فهو نظريا انقرض لأن مش باقي منه غير 2 إناث، وفي أي وقت متوقعين انقراض النوع بمجرد وفاتهم، إلا بقى لو نجحت تقنيات زي التخصيب الصناعي اللي تكلفتها ممكن تبقى بالملايين. لكن لحد النهاردة مش متأكدين إذا كانت هتنجح ولا لا. ومش بس دول، أنواع تانية كتير خسرناها وبنخسرها سنويا. عزيزي المشاهد طبعا أنت تسألني تقولي مين المتهم، مين اللي عمل كده وإحنا نجري وراه ونقتله. أنا خايف أقولك لأنه هو بيقف أمامك وهو الإنسان عزيزي المشاهد. بس برضو مش عايز أتحامل على الإنسان قوي يعني، محتاج كده اديله فرصته. ايه هو الانقراض وبيحصل ليه عزيزي المشاهد؟ انقراض الانواع مش ظاهره جديده بتحصل في العصر الحالي. الانقراض ظاهره طبيعيه جدا بتحصل من غير ما الانسان يتدخل، ده من غير ما الانسان يتوجد اصلا، ما كانش موجود من ملايين السنين، وده له اسباب كتيره. بيحصل تغير في المناخ كلايمت تشينج، او التغير في منسوب البحار والمحيطات، او وباء يجي ميكروب صغير ويقضي على القطيع، او نوع معين يغزو منطقه نوع اخر وياكل اكله، حشرات بقى او كائن مفترس، او ان الاماكن او الغابات اللي نوع معين بيعيش فيها تتهد او تتحرق، او الامطار الحمضيه او الاشعاعات. كل هذه الاسباب الانسان ما بيتدخلش فيها. وبالفعل العلماء مؤمنين ان 99% من الكائنات اللي عاشت على هذا الكوكب انقرضوا بسبب ظواهر او كوارث طبيعيه. 99%، انت متخيل؟ انا بقي ساب. معظم الانواع اللي بنشوفها في الحقيقه او في الافلام لا تمثل اكتر من 1% من الانواع اللي عاشت على كوكب الارض خلال 4 مليار سنه. الباقي كله انقرض بدون اي تدخل من الانسان. معظمها انقرض خلال 5 موجات انقراض بس مر بيها هذا الكوكب. اسوأها اللي حصل في البرميان إيرا، العصر البرمي، موجة انقراض كارثية سميت بالهلاك الاعظم، واحدة من اسوأ الانقراضات اللي حصلت على الكوكب. حصلت لما براكين ضخمة فارت ولمدة الاف السنين ما هديتش، الامر اللي ادى لنمو بكتيريا بشكل كبير واشتعال مخزون الفحم اللي كان في الارض، وامتلأ كوكب الارض بغاز ثاني اكسيد الكربون وكبريتيت الهيدروجين اللي خرج من المية. وده اللي خلى 95% من الكائنات اللي كانت موجودة على الأرض تنقرض بالاختناق. كوكب الأرض بعدها خد ملايين السنين عشان يتعافى وتقوم عليه الحياة من جديد، ونجد بعض الديناصورات اللي حكمت بعدها الكوكب لملايين السنين قبل ما يحصل موجة انقراض تانية اللي ما تسمى بالكي تي اكستينكشن، اللي كانت تقريبا من 65 مليون سنة. والافتراض الأكبر إن الحادثة دي حصلت بسبب سقوط كويكب على الأرض، أسترويد يجي يخبط الأرض ويحمل قلبان، وده تزامنا مع انفجار البراكين الضخمة. الحادثتين دول مع بعض عملوا غبار ودخان حجب ضوء الشمس مش لسنة ولا 2 ولا 10 ولا 100 سنة، لآلاف السنين. تخيل يومك العادي بيمشي والشمس محجوبة عنك، تخيل أنا لو حيوان أزعل واكتئب. ونجا من هذه الموجة بعض السحالي الصغنطتين والضفادع والطيور والتماسيح. وقبل الحادثتين دول كان في التريسك جراسيك اكستنكشن اللي مات فيها 3/4 مخلوقات الكوكب، والليد ديفونيان اكستنكشن موجة انقراض استمرت 20 مليون سنة. 5 موجات انقراض طبيعية الإنسان ما كانش له دور فيهم، كلهم على بعض بالصلاة على النبي قضوا على 99% من الكائنات اللي كانت موجودة على الكوكب. والحمد لله ده كان من ملايين السنين، فالكوكب لحق يتعافى في الكام مليون سنة والأمور مستقرة الحمد لله. الله، أمال إحنا ليه دايما بنشير بأصابع الاتهام للإنسان ونقول هو اللي بيقضي على الكوكب ويخلي الأنواع تنقرض؟ أنا أقول دكتور دانيال سيمبل روف من جامعة تينيسي بيقول إن إحنا بدون شك، راجل مش شاك، بنعيش وسط موجة الانقراض السادسة. ومش بس دكتور دانيال اللي بيقول كده، مش عالم كده مع نفسه بيعمل هذا الادعاء الخطير. عزيزي المشاهد، 7 من كل 10 علماء أحياء أزين علماء بيولوجي بيؤكدوا إن الكوكب بيمر بالموجة السادسة من انقراض الأنواع اللي عايشة عليه، وإن هذه الموجة قد تكون من أسوأ الانقراضات اللي حصلت في تاريخ الكوكب، وإنه في خلال 500 سنة الأخيرة انقرض أكتر من اللي انقرض في آخر 20 مليون سنة. ده احنا سفاحين والله. في الطيور انقرض 128 نوع ومعرض للانقراض أكتر من 1200 نوع تانيين، انقراض بمعدل من 1000 ل 10000 ضعف المعدل الطبيعي للانقراض. عشرات الأنواع
من الحيوانات والنباتات اللي كانت مالية الكوكب بتنقرض يوميا. دكتور كريس توماس وزملائه في جامعة كامبريدج في إحدى الدراسات اللي اتعملت على العلاقة بين التغير المناخي وانقراض الكائنات متوقعين إن سيناريو التغير المناخي ده لو ظل كما هو عليه من 30-50% بالأنواع اللي عايشة على الكوكب هتنقرض في نهاية هذا القرن. عزيزي المشاهد أنت متخيل؟ هو بيقول لك في آخر 500 سنة بس أنت خليت عدد كائنات تنقرض أكتر من اللي حصل في آخر 20 مليون سنة، وبيقول لك خلال ال 80 سنة اللي جايين دول أنت ممكن تمحي نص الأنواع اللي على هذا الكوكب. لا 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 أنت ما ينفعش، ما ينفعش الشغل ده، ما ينفعنيش. سرعة معدل الانقراض ده السبب فيها في المقام الأول هو الإنسان. 99% من الأنواع اللي بتنقرض دلوقتي بسبب الإنسان. حاجات بقى زي التلوث، هدم الغابات والاحتباس الحراري. عزيزي المشاهد كل الانقراضات اللي قبل كده كانت بتستمر الآلاف وملايين السنين، لكن خلال مئات السنين فقط خسرنا جزء كبير جدا من الحياة البرية. ده بيقول لك على آخر القرن 50% من أنواع ممكن ما نلاقاهاش. منظمة الـ WWF مش بتاعة المصارعة يعني، عشان بس الـ Worldwide Fund for Nature كل سنة بتضيف أنواع جديدة لقائمة الأنواع المعرضة للانقراض، منها 18 نوع critically endangered يعني مهددة بالانقراض بشكل حساس، وبالوضع الحالي يبدو أنهم هينقرضوا لا محال. ومعلش يعني احنا هنا مش بنتكلم على حيوانات هفأ، احنا بنتكلم هنا على الأمور ليبرد والملايان تايجر، نمر مهدد بالانقراض. يا نهار اسود، ووحيد القرن الأسود احنا شفنا الأبيض خلاص انقرض مات، وبعض الأنواع من الفيلة. وفي قائمة المهددين بالانقراض في ثعالب البحر والنمر. انت متخيل النمر والحوت الأزرق أكبر كائن على وجه الأرض بجلالة قدره معرض للانقراض، والباندا الكائن الكيوت الجميل اللي الحمد لله نزل من الكريتيكلي اندينجرد سبيشيز للاندينجرد سبيشيز. بس يعني في سياق آخر كان زمان الباندا مش موجودة في عالمنا تاني، ثانك يو تشاينا وكونغ فو فايتينج. وهناك قائمة تانية زي الفولنربل، دي حاجة يعني أقل شوية يعني، هم فاضل لهم شوية ويخشوا مرحلة إن هم مهددين بالانقراض. فحدث ولا حرج، الإجوانة البحرية، فرس النهر، سيد قشطة، عم سيد قشطة، والفيل الأفريقي اللي كنت بتشوفه في جنينة الحيوان وأنت صغير. تخيل يجي يوم من الأيام تروح قفص الفيل أنت وابنك وماسك حتة الخصاية في إيدك ما تلاقيش الفيل. أنا كنت سايب فيل هنا يا جماعة. تسأل الحارس يقول لك يا أسطى أنت بتقراش الجرايد ولا إيه؟ الفيل انقرض. يقول يا نهار أبيض الفيل انقرض. ليك في الخرتيت؟ آه طب ماشي هاتهولي ده، أنا سمعت إنه انقرض. انقرض فعلا. معلش يعني طب ما انقرض. أنا آسف يعني بس ممكن حد يفكر إن لو في نوع من النباتات أو الحيوانات لا باكله ولا بيفيدني في حاجة وهو ضعيف مش قادر يتواكب مع العصر اللي بيقوده البني آدمين، معلش يعني طب ما انقرض بالسلامة زيه زي أي حيوان ضعيف ما استحملش، حيوان ما بيعملش أي حاجة أو بيمتع البني آدمين، طب معلش ده حيوان فاشل، ليه ما بقاش زي الكلب أو زي القطة اللي سيطروا على العالم عشان خدموا على غرايز واحتياجات البني آدمين، بيعملوا برودكتس وبيقدموا سيرفيسز مهمة للبني آدمين. كل التعاطف والتقدير، وشرفتنا على الكوكب الشوية الحلوين اللي أنت كنت عايدهم دول، وكان نفسنا تكمل وتشرب حاجة، بس معلش يعني طالما الموضوع ما قربش من القمح والمانجا أنا تمام. بس يعني دلوقتي الإنسان بقى هو الأذكى والأقوى واللي قدر يحط قواعده ويغير وجه الأرض ويحكمها، وده الوضع الجديد اللي شايف إنه بيخدم مصلحته. ومعلش يعني النوع اللي ما قدرش يتكيف مع التغيرات دي انقرض. الحقيقة إن إحنا اللي زوار جداد على الكوكب. آخر الدراسات بتقول إن البشرية دي بقالها على الكوكب تقريباً 300,000 400,000 سنة بالكتير، البشر بالشكل اللي إحنا نعرفه الهومو سيبينز. فلما نقرر ناخد خطوة هتأثر على احتياجاتهم لازم نبقى عاملين لهم حساب ونحط مصلحتهم في الاعتبار، لأن كمان انقراض نوع معين بيؤدي لانقراض نوع آخر. النظام البيئي معقد وكله بيأثر في بعضه ومعتمد على بعضه، فلما الطحالب البحرية مثلاً تتلوث بناقلات البترول ده بيأثر على كائن من نوع تاني زي الإجوانة البحرية عشان بتاكلها، فيخليها هي كمان مهددة بالانقراض، وهكذا لحد ما هتلاقيها تخبط في كائن انت ممكن تكون بتعتمد عليه في الأكل والشرب، ودي تكون خطوة في انهيار النظام البيئي المعقد اللي هيأثر على الإيكو سيستم سيرفيسز، المنتجات اللي بناخدها من الطبيعة اللي بيقوم عليها حاجات زي أكلنا وشربنا وأدويتنا وصناعتنا. فكل ما كان النظام البيئي صحي ومتوازن كل ما ده كان في صالح صحتنا الجسدية والعقلية. والسبب الأهم هو إن كل الأسباب اللي بتؤدي للإنقراض هتيجي على دماغنا برضو في الآخر. هو الاحتباس الحراري ده مثلا هيطول مين في الآخر؟ ما هو احنا. وعشان كده ما ينفعش نغفل عن أي حاجة ممكن تأثر على أي عنصر من عناصر هذا الكوكب، لأن معلش يعني المفروض إن احنا بني آدمين مسؤولين، لأن مهمتنا احنا كبني آدمين أذكى المخلوقات هو إننا نهتم بالتوازن البيئي عشان ما يجيش علينا يوم وننقرض احنا كمان وما يبقاش في حلقات جاية. بس الحمد لله في حلقات فاتت موجودة لو انقرضنا. الكائنات الجديدة اللي هتيجي تمسك بعدنا تبتدي بقى تشوفها إن شاء الله هيكونوا أكيد حللوا اللغات وفهموا لغات البشر المعقدة جدا، وأنا الكونتنت بتاعي لكل عصر ولكل زمان كله هيقدر يفهم، ولو بصوا على المصادر أظن هيجي لهم فكرة عن احنا كنا بنتكلم على إيه. وطبعا لو اشتركوا على قناة اليوتيوب هتبقى حاجة جميلة جدا. أتمنى البرنامج ما ينقرضش مع
وانقراض البشريه. واخيرا وليس اخرا نحب نهدي هذه الحلقه للسودان وكل الانواع اللي فرقتنا في السنين اللي فاتت.